اوكي سونا، وبعد ما خلصنا حكي عن انواع البيجمنتس اللي موجوده في البلاستيدات، اوكي هلا صار وقت نحكي عن الاكسايتيشن اوف كلوروفيل باي لايت. شو بصير بالضبط لما يوصل اللايت على الكلوروفيل؟ What exactly happens when chlorophyll and other pigments absorb light? شو بصير لما الكلوروفيل والبيجمنتس التانيين يمتصوا الضوء؟ The colors corresponding to the absorbed wavelengths disappear from the spectrum of the transmitted and reflected light. هاي متفقين عليها انه الكلرز اللي بيتم امتصاصها بتختفي من السبيكترم تبع الترانزميتد والريفلكتد لايت، يعني اي شيء بيتم امتصاصه خلص بيختفي، هيك اتفقنا. But energy cannot disappear. الطاقة ما بتختفي، يعني في عنا قانون لحفظ الطاقة، لما تختفي الألوان لا يعني انه الطاقة اختفت، اوكي؟ فالطاقة بتضلها موجودة حتى لو اختفى اللون لانه تم امتصاصها للطاقة. When a molecule absorbs a photon of light، لما يكون عندي molecule يمتص فوتون من الضوء، one of the molecule's electrons is elevated to an orbital where it has more potential energy. بيروح الالكترون على مستوى طاقة أعلى مثل ما كنا ناخد بالتوجيه بالفيزياء. فمثلا عندي هذا المستوى الأول للطاقة، هاي الالكترون هون، أوكي؟ وهذا المستوى الثاني للطاقة، هاي الالكترون بصير هون بيطلع لما يمتص طاقة، أوكي؟ فلما يمتص طاقة بيطلع على مستوى طاقة أعلى، هلا بنشوفها بالرسمة بتطلع أحلى. When the electron is in its normal orbital, the pigment molecule is said to be in the ground state. فلما يكون الالكترون بالnormal orbital في المستوى اللي هو متعود عليه، أوكي؟ يعني هون باللون الأزرق بالرسمة اللي أنا رسمتها، هذا شو بسميه الجراوند ستيت. جراوند ستيت يعني هو في النورمال اوربيتال تبعه، لسه ما صار له تنشيط. ولكن absorption of a photon boosts an electron to an orbital of higher energy. لما نمتص الفوتونات من الضوء، نمتص الطاقة تبع الضوء، بصير في excitation، بصير في تهيج لهذا الالكترون أو استثارة للالكترون وبيطلع على مستوى طاقة أعلى. And the pigment molecule is then said to be in the excited state. فبدل ما تكون بالground state بالnormal orbital تبعها الالكترون هاد، لا الالكترون بيتم استثارته بصير excited وبيطلع على a higher energy orbital، اوكي؟ يطلع على level اعلى من الطاقة فبصير اسمه excited state. فالexcited state لما يطلع الالكترون على ليفل اعلى من الطاقة، اما الجراوند ستيت لما يكون الالكترون موجود بالنورمال اوربيتال اللي هو متعود عليه. The only photons absorbed are those whose energy is exactly equal to the energy difference between the ground state and the excited state. يا جماعة علشان انا عندي فرق بالطاقة ما بين الجراوند ستيت والاكسايتد ستيت، تمام؟ فلازم انا عشان انقل الالكترون من الجراوند ستيت للاكسايتد ستيت لازم الالكترون هاد يمتص فوتونات طاقتها تساوي طاقة الفرق ما بين الاكسايتد ستيت والجراوند ستيت. فبس الفوتونات اللي طاقتها بتساوي طاقة الفرق، بتساوي الفرق الطاقة ما بين الجراوند ستيت والاكسايتد ستيت هي اللي بيتم امتصاصها. يعني مثلا لو سميت الجراوند ستيت رقمه 1 والاكسايتد ستيت رقمه 2، حكيت انا علشان ينتقل الالكترون هاد من الجراوند ستيت اللي هو رقم 1 للاكسايتد ستيت اللي هو رقم 2 لازم يمتص فوتونات طاقتها تساوي الفرق ما بين طاقة المستوى 1 والمستوى 2، اوكي؟ فلما يمتصها خلص بصير قادر انه يصير له اكسايتيشن او استثارة. There's a particular compound. نرجع نعيد. The only photons absorbed are those whose energy is exactly equal to the energy difference between the ground state and excited state. اتفقنا على هاي الجملة. And this energy difference varies from one kind of molecules to another. لأنه الجزيئات بتختلف عن بعضها، بالتالي the ground state لجزيء معين يختلف عن the ground state، والexcited state لجزيء معين يختلف عن excited state لجزيء آخر. There's a particular compound absorbs only photons corresponding to specific wavelengths. اوكي فبالتالي احنا الالكترون هذا بيمتص فوتونات طولها الموجي corresponds to specific wavelengths، من اطوال موجيه
معينة، علشان هيك كل بيجمنت، كل صبغة بتختلف عن الثانية، على لأنه كل صبغة بتمتص ألوان معينة، فبالتالي الاستثارة تبعتها بتختلف عن استثارة صبغات ثانية. فهذا الإشي which is why each pigment has a unique absorption spectrum، علشان هيك كل بيجمنت إنها unique absorption spectrum، لأنه مش كلهم بيمتصوا نفس الفوتونات، مش كلهم بيمتصوا نفس الطاقة، مش كلهم بيحتاجوا نفس الرقم من فرق الطاقة ما بين الإكسايتد ستيت والجراوند ستيت لحتى يصير في إكسايتيشن أو استثارة للإلكترونات تبعتهم. Once absorption of a photon raises an electron to an excited state، بقول لك إنه لما يصير في absorption لفوتون ونرفع الإلكترون من الجراوند ستيت للإكسايتد ستيت، الإلكترون cannot stay here long، ما بيقدر يضله هناك لفترة طويلة. ليش؟ لأنه it is an unstable state، بيكون غير مستقر الإلكترون لما يطلع على excited state. So the excited state like all high energy states is unstable. The excited state is unstable. Generally when isolated pigment molecules absorb light، لما البيجمنت تمتص الطاقة بشكل عام، there لما تمتص الضوء يعني، their excited electrons drop back down to the ground state orbital in a billions of a second. Okay، في جزء قليل من الثانية أول ما يمتص هذا الإلكترون الطاقة ويطلع على الإكسايتد ستيت، مباشرة بيرجع ينزل على الجراوند ستيت تبعته. طب وين بتروح هاي الطاقة اللي امتصها إذا هو رجع نزل؟ أيوة، releasing their excess energy as heat، بطلعها على شكل حرارة. This conversion of light energy to heat is what makes the top of an automobile so hot on a sunny day. بقول لك هذا الإشي conversion of light to heat، هذا الإشي اللي بيخلي لما تلمس السيارة بالجو الحار تحسها حارة، أوكي؟ لأنه اللون هاد تبع السيارة بيمتص الألوان كلها، والكتروناته بتطلع على الإكسايتد ستيت، ولانه هاي انستابل الاكسايتد ستيت، الالكترون لحاله بيرجع لمستوى الطاقه الجراوند ستيت الاقل، اوكي، وبيبعث الطاقه اللي كانت معه على شكل حراره، علشان هيك بنحس انه السياره حاميه بالصيف. ولكن الوايت كارز ار اكسبشن، اوكي، لانه حكينا انه اللون الابيض بيعكس كل الالوان، فبالتالي ما بيمتص الوان، بالتالي ما بيمتص طاقه، وبالتالي ما فيش حراره، اوكي. In isolation, some pigments, بعض البيجمنتس including chlorophyll, emit light as well as heat after absorbing photons. بقول لك إنه بعض الصبغات، أوكي، بتختلف عن القاعدة العامة. إحنا حكينا القاعدة العامة، الكترون بيمتص الطاقة بيطلع من الجراوند ستيت للإكسايتد ستيت، بس الإكسايتد ستيت unstable، فبرجع بعمل أوميشن لهي الطاقة، أوكي، بعملها أوميت، أوكي، بشيلها عنه على شكل حرارة وبيرجع للجراوند ستيت، أوكي، هي القاعدة العامة. ولكن بقول لك في بعض البيجمنت زي الكلوروفيل بيمتصوا الطاقة الإلكترونات تبعتهم وبيطلعوا للإكسايتد ستيت، ولكن هم نازلين ما بيبعثوا بس حرارة، بيبعثوا كمان ضوء، أوكي؟ بيبعثوا كمان ضوء. So as excited electrons fall back to the ground state، لما الإكسايتد إلكترونز ترجع للجراوند ستيت تبعها، photons are given off، فبيبعث فوتونات، بيبعث light، قصدي ضوء، أوكي؟ And after a glow called fluorescence، فهذا الإشي بيعمل لي إشي اسمه فلوريسنس، بصير يلمع، اوكي. كيف يعني فلوريسنس؟ هاي الصورة يا جماعة، شايفين المحلول هاد لما تعطيه ضوء الكتروناته بتطلع، اوكي، على الإكسايتد ستيت وهي نازلة بتبعت ضوء زائد حرارة، فبيطلع هذا الشكل اللميع، الضوء اللامع هاد، هذا بسموه فلوريسنس، اوكي، فلوريسنس، تمام. An eliminated solution of chlorophyll isolated from chloroplasts will fluoresce in the red part of the spectrum and also give off heat. فبقول لك انه انا لو اخذت الكلوروفيل واعطيته طاقه، اوكي، او اعطيته لايت عفوا، رح يمتص طاقه هذا اللايت والالكترون يطلع لفوق ويرجع لتحت وبيبعث طاقه وبيبعث ضوء، اوكي. This is best seen when eliminating with ultraviolet light. هذا الاشي وين ببين؟ لما اعرض الصبغة للالترافيولت لايت، للطاقة فوق البنفسجية، للاشعة فوق البنفسجية. ليش؟ لانه الكلوروفيل بيقدر يمتصها وطاقتها كتير عالية ترى، اوكي؟ فبالتالي بيقدر يبعث فلوريسانس عالي. The fluorescence would be difficult to see against the grain of the green of the solution. صعب انه الاقي فلوريسانس باللون الاخضر للكلوروفيل. ليش؟ لانه الكلوروفيل بيعكس اللون الاخضر وبمرقه ولكن لا يمتصه. اذا الفلوريسانس متى بتصير؟ لازم يكون صار امتصاص لهذا الضوء
والالكترون صار له اكسايتيشن، وبعديها الالكترون لانه صار انستابل بده يرجع ينزل، فبيبعت ضوء وبيبعت حراره. هذا الاشي بصبغات مميزه، ولكن بالعاده بيبعته حراره حكينا. اوكي، هلا بدنا نبلش نحكي عن الفوتو سيستم. الفوتو سيستم هلا رح تشوفوا انه احنا عندنا باللايت رياكشن عندنا اشي اسمه الفوتو سيستم. يا جماعه احنا لساتنا عم نحكي عن اللايت رياكشن، حكينا بالبدايه بهذا السكشن اللي هو 11.2 حكينا عن الضوء كيف بيتصرف، حكينا عن انواع الصبغات، حكينا عن كيف يصير اكسايتيشن لهي الصبغه، وهلا بدنا نحكي عن الفوتوسينثيسز اللي موجودين في عمليه البناء الضوئي. طيب بس قبل ما نحكي على الفوتوسيستم خلينا سريعا نرجع نطلع على الصوره تبعت الكتاب، نفس الصوره اللي رسمت لكم اياها، بس هون بفرجينا انه عندنا احنا كلوروفيل موليكيول، هي هون كلوروفيل موليكيول لما ضرب فيه الضوء طلع واحد من الالكترونات راح على الاكسايتد ستيت. اوكي، اذا هون عندي الاكسايتد ستيت وهون عندي الجراوند ستيت. اوكي، فمثل ما حكيت بالرسمه تبعتي، بس احنا الالكترون نقلناه من الاكسايتد من الجراوند ستيت للاكسايتد ستيت، بس الاكسايتد ستيت از انستابل ستيت، فما تحمل الالكترون انه يضل فيها فتره طويله، بس لاجزاء من الثانيه يضل فيها وبعدين برجع بنزل and it will emit heat and photon على شكل فلوريسانس. اوكي، فهون الفلوريسانس الصوره اللي طلعناها من جوجل احلى. اوكي، بس يعني هي الصوره كمان حلوه لطيفه. اوكي، للفلوريسانس. اوكي، فهذا هو الفلوريسانس. طبعا هذا الحكي بيصير لما انا اكون عامله isolated chlorophyll molecule، يعني انا عازلته، وانتم شايفين بالنص كان مكتوب كلمه isolated. isolated يعني انا عازلته، بس اللي هلا بدي احكي عنه الفوتو سيستمز والكلوروفيل جوات فوتو سيستم ما بيكون معزول. اوكي، عشان هيك بيختلف الوضع عندي لما انا اكون في الكلوروبلاست الحقيقيه اللي موجوده جوات النبته، عن اني اكون انا عازله الكلوروفيل جوات المختبر وعم بشتغل عليه واعمل فلوريسنس. هلا بقول لكم ليش جوات النبته ما بصير عندي فلوريسنس. اوكي، اوكي خلينا نفوت على الفوتو سيستمز. وات ار فوتو سيستمز؟ فوتو سيستمز are عبارة عن reaction center complex associated with light harvesting complexes. إذا الفوتو سيستم يتكون من قسمين، القسم الأول reaction complex reaction center complex أو شو بسموه مركب تفاعل مركزي. أوكي، أو reaction center complex associated with شو؟ with light harvesting complexes، يعني ببساطة هيك شكله مثل حبة الفليفلة، هذا بسميه reaction center complex. أوكي، والرياكشن سنتر كومبلكس هاد بيكون حواليه شو؟ بيكون حواليه زي لايت هارفستنج كومبلكسز، فاللي جوا بالنص هاد رياكشن سنتر كومبلكس وبيكون حواليه لايت هارفستنج كومبلكسز. ليش؟ عشان ياخذوا له يجمعوا له الضوء وبعدين يودوها على الرياكشن سنتر كومبلكس. Okay, so chlorophyll molecules excited by the absorption of light energy produce very different results in an intact chloroplast than they do in isolation. بقول لك إنه جزيئات الكلوروفيل لما أحطها لما تكون بالايزوليشن بتسلك سلوك مختلف عن جزيئات الكلوروفيل اللي موجودة جوات الكلوروبلاست اللي موجودة جوات النبتة، وهذا الشيء اتفقنا عليه. In their native environment يعني جوات النبتة of the thylakoid membrane في الثيلاكويد ميمبرين chlorophyll molecules are organized along with other small organic molecules and proteins into complexes called photosystems. إذا ليش بصير في اختلاف بين سلوك الكلوروفيل في البلاستيد الخضراء جوات النبتة وبين سلوك الكلوروفيل في المختبر؟ لانه الكلوروفيل جوات النبته ما بيكون لحاله، بيكون معاه اشياء ثانيه بروتين كومبلكسز، هذا كله بطلق عليه اسم فوتو سيستم. اذا فوتو سيستم عباره عن بروتين كومبلكس بيتكون من شغلتين، بيتكون من رياكشن سنتر كومبلكس، اثنين اسوسييتد وذ لايت هارفستنج كومبلكسز، فهي هي مكونات الفوتو سيستم. سو ا فوتو سيستم، نغير اللون. So a photosystem is composed of a reaction center complex surrounded by several light harvesting complexes. رجع عادلنا الجملة. The reaction center complex, شو هو reaction center complex? Is an organized association of proteins holding a special pair of chlorophyll A molecules and a primary electron acceptor. إذا شو هم مكونات ال reaction center complex? Reaction center complex يتكون من يتكون من هو عبارة عن association of proteins holding a special pair of chlorophyll A
molecules and a primary electron acceptor. فبالتالي لو بدي ارسمه انا هون، هيدي ارسمه هون، بيطلع عندي الرياكشن الكومبلكس. اوكي الرياكشن سنتر كومبلكس، احنا عم نحكي هلا عن الرياكشن سنتر كومبلكس. الرياكشن سنتر كومبلكس هو عباره عن مجموعه بروتينات بيكون معها ابير اوف كلوروفيل موليكيول، يعني حبتين كلوروفيل بيكون فيها بالنص. اوكي يعني هون حبه وهون حبه ثانيه. اوكي وفوق بيكون عندي شيء اسمه برايمري الكترون اكسبتر، هيك شكله. هلا بنشوف ليش هيك شكله. اوكي فهذا الرياكشن سنتر كومبلكس. هلا بدي اشوف عشان اجي ارسم شو من شو بتكون الجزء الثاني من الفوتو سيستم اللي هو اللايت هارفستنج كومبلكس. Each light harvesting complex consists of various pigment molecules which may include chlorophyll A, chlorophyll B and multiple carotenoids bound to protein. Okay فاذا عندي الفوتوسيستم عفوا ال شو اسمهم هدول اللايت هارفستنج كومبلكسز بيكونوا عباره عن صبغات تانية، ممكن يكون فيهم كلوروفيل A، ممكن يكون فيهم كلوروفيل B، وممكن الاقي فيهم كاروتينويدز. اوكي فاذا نرجع نعيد، الرياكشن سنتر كومبلكس بيتكون من بروتينات بتكون حوالين ال تو موليكيولز او وان بير، يعني زوج واحد، يعني تو موليكيولز قصدي زوج واحد او تو موليكيولز من كلوروفيل A زائد برايمري الكترون اكسبتر. هذا هو المربع البرايمري الكترون اكسبتر هاد. اوكي برايمري الكترون اكسبتر. بينما اللايت هارفستنج كومبلكسز حكينا بتكونوا من اشياء ثانيه، ممكن يكون فيهم كلوروفيل A، ممكن يكون فيهم كلوروفيل B، وممكن يكون فيهم كاروتينويدز. ايش اللي بصير سريعا؟ اللي بصير سريعا انه اللايت بيجي بيضرب وين؟ بيجي بيضرب على اللايت هارفستنج كومبلكسز. اوكي اللي جوات هون، فاللايت هارفستنج كومبلكسز هدول بصير لهم استثاره، كل واحد فيهم بينقل الطاقه لللايت كومبلكس الثاني. فشو بصير؟ كيف بينتقل الطاقه؟ اول شيء بتخبط اللايت بالاول فبصير له استثاره، وبعدين بيرجع للجراوند ستيت الالكترون تبعه، فبيبعث الطاقه بعدين للثاني، ومن الثاني بنبعث الطاقه للثالث. هلا بنشوفها بصوت الكتاب اوضح. واخيرا بتوصل الطاقه لوين؟ للسنتر. اوكي للرياكشن سنتر كومبلكس، للكلوروفيل اي اللي موجودين بالرياكشن سنتر كومبلكس، وهدول البير بيطلعوا لي الكترون. اوكي هذا الالكترون مين بيمسكه؟ بيمسكه البرايمري الكترون اكسبتر. اذا البرايمري الكترون اكسبتر بيمسك الالكترون. اذا عمليه نقل الالكترون بيصير عندي اكسايتيشن للبير اوف كلوروفيل A اللي موجودين في الرياكشن سنتر كومبلكس وينقلوا لي هذا الالكترون للبرايمري الكترون اكسبتر. هي بسميها الفيرست ستيب باللايت رياكشن، هي اول خطوه بتصير باللايت رياكشن. اذا اول خطوات اللايت رياكشن انه يصير في عندي كابتشرنج للاكسايتد الكترونز. اوكي للاكسايتد الكترون فروم ذا بير اوف كلوروفيل A ان ذا رياكشن سنتر كومبلكس. اوكي هاي العمليه بشكل بسيط. خلينا نشوف شو الكتاب بيحكي وشو صور الكتاب بتحكي. The number and variety of pigment molecules enable a photosystem to harvest light over a large surface area and a larger portion of the spectrum than could any single pigment molecule alone. إذا بقول لك إنه وجود أكثر من نوع من البيجمنتس، أوكي؟ وعددهم الكبير بيساعد الكلوروفيل أو بيساعد الفوتوسيستم عفوا to harvest. harvest يعني يحصد أو يحصل على. to harvest اللايت إنه ياخذ اللايت على مساحة سطحية أكبر. اوكي وعلى حجم اكبر من انه اني اترك موليكيول لحاله يشتغل. فانا عم بخلي موليكيولز كتير تتعاون سوا، فبالتالي they harvest more energy، بياخذوا طاقه اعلى. Together these light harvesting complexes act as an antenna for the reaction complex for the reaction center complex. فاللايت هارفستنج كومبلكسز هدول بيكونوا على جنب. اوكي بيشتغلوا كانتينا، انتينا يعني قرون استشعار، بياخذوا لي الطاقة من الضوء وبيحولوها بعدين لوين؟ بيحولوها للنص، اوكي؟ للسنتر، اوكي؟ When a pigment molecule
absorbs a photon, the energy is transferred from pigment molecule to pigment molecule within the light harvesting complex, like a human wave as sports arena. بقول لك إنه بصير عندي الإلكترونات، الإلكترون النشط أو الطاقة تنتقل من اللايت هارفست، باللايت هارفستنج كومبلكس، من الصبغة الأولى لجزيء الصبغة الثانية للثالثة، زي سباق التتابع لما الناس يكونوا يتسابقوا مع بعض، بين بعض بسباق تتابع، ويمرقوا الراية كل مرة لواحد منهم عشان يكمل السباق، نفس الفكرة. أوكي؟ Until it is passed to the pair of chlorophyll A molecules الموجودين بال بالسنتر. اوكي، فشو اللي بصير هون عندي؟ هاي الصورة أوضح وأحلى من رسمتي صراحة مليون مرة. اوكي، هاي أول إشي حكينا إنه الفوتون أو اللايت بيخبط أول مولكيول موجود باللايت هارفستنج كومبلكس. طبعا هذا المولكيول عبارة عن صبغة، عبارة عن بيجمنت، ممكن تكون كلوروفيل A، ممكن تكون كلوروفيل B، ممكن تكون كاروتينويدز. اوكي، فالالكترون المستثار هذا بعدين بينتقل لوين؟ بيروح للمولكيول الثاني، وبعدين بيروح للمولكيول الثالث، وبعدين للرابع، وبعدين للخامس، وهكذا. بعدين بينتقلوا لوين؟ بينتقلوا للسبيشال بير اوف كلوروفيل A مولكيولز اللي موجودين عندي وين؟ بالرياكشن سنتر كومبلكس. ومن هناك بصير استثاره للالكترونات، اوكي، اللي بالكلوروفيل A للالكترون اللي فيهم، وبيطلع وين؟ بيطلع على البرايمري الكترون اكسبتر اللي بيمسكه. ليش؟ لانه لو ما كان في برايمري الكترون اكسبتر يمسك الالكترون من الكلوروفيل A، شو بصير؟ بصير عندي شو؟ بيروح على الاكسايتد ستيت وبيرجع بعدين على الجراوند ستيت وبيعمل فلوريسنس. ففهمتوا ليش ما بصير فلوريسنس بالنبتة؟ لأنه بالنبتة أنا بيكون عندي بالفوتو سيستم بيكون عندي برايمري إلكترون أكسبتر بياخد الإلكترونات من كلوروفيل A مولكيول. طبعا عندي سبيشال بير لأنه أنا عندي جهتين، أوكي، ممكن استقبل من أكثر من جهة الطاقة، أوكي، ممكن استقبلها من أكثر من جهة. فهون أنا وين عم بحكي؟ أنا جوات الثايلاكويد ميمبرين هون. فالفوتو سيستم هذا اللي زي حبة الفليفلة وين بيكون موجود؟ بيكون موجود بالثايلاكويد ميمبرين. خلينا نكمل عن هذا الفوتو سيستم. The pair of chlorophyll A molecules in the reaction center complex are special. ليش هم special؟ Because their molecular environment, their location and other molecules with which they are associated enables them to use the energy from light not only to boost one of their electrons to a higher energy level but also to transfer it to a different molecules اللي هو المولكيول اللي هو البرايمري الكترون اكسبتر. فبقول لك البير اوف كلوروفيل A بنعتبرهم سبيشال، اللي بيكونوا بالنص هدول بالرياكشن سنتر كومبلكس. ليش بنعتبرهم سبيشال؟ لانه هدول مش وظيفتهم بس يعملوا اكسايتيشن ويمرقوا الكترونات زي البقيه، لا، هدول وظيفتهم بصير لهم اكسايتيشن زائد بيوصلوا الالكترون للبرايمري الكترون اكسبتر. اوكي، شو هو البرايمري الكترون اكسبتر؟ which is a molecule capable of accepting electrons and becoming reduced. اوكي، فهذا ريدوكس رياكشن، هو بياخذ الالكترونات من الكلوروفيل A، اوكي، وبصير له ريدكشن. اوكي، فهذا ريدوكس رياكشن هون بعتبره. So the solar powered transfer of an electron from the reaction center chlorophyll A pair to the primary electron acceptor is the first step of the light reaction. مثل ما اتفقنا، اذا الترانسفير اوف الكترون من السبيشال بير اوف كلوروفيل A اللي بيكونوا موجودين بالنص للبرايمري الكترون اكسبتر بوجود الطاقه الشمسيه، هذا شو بسميه؟ مش بسميه، يعني هو هذا الفيرست ستيب باللايت رياكشن، هو اول خطوه باللايت رياكشن. As soon as the chlorophyll electron is excited to a higher energy level، لما الكلوروفيل الكترون يصير excited لهاير انرجي ليفل، لما يطلع على excited state، the primary electron acceptor captures it، اوكي؟ دغري بيمسكه الالكترون، اوكي؟ عشان هيك ما بصير في عندي فلوريسنس. فبقول لك الايزوليتد كلوروفيل اللي بيكون بالمختبر فلوريسز، ليش؟ Because there is no electron acceptor، عشان هيك بصير عندي فلوريسنس لما اعمل له isolation للكلوروفيل A. So electrons of photo-excited chlorophyll drop right back to the ground state. عشان هيك بصير عندي fluorescence again. Okay. In the structured environment of a chloroplast, however, ولكن لما أكون جوات الكلوروبلاست, an electron acceptor is readily available. موجود بكثرة. And the potential energy represented by the excited electron is not dissipated as light and heat. بالتالي ما في داعي يصير في عندي fluorescence، لأنه الإلكترون خلص طلع على excited state، دغري بيمسكه دغري بيمسكه البرايمري الكترون اكسبتر. اوكي، تمام. Thus each photosystem a reaction center complex surrounded by light harvesting complex functions in the chloroplast as a unit. فبقول لك هون انه كل
الفوتو سيستم، والفوتو سيستم الواحد يتكون من رياكشن سنتر كومبلكس ولايت هارفستنج كومبلكسز، كل واحد فيهم هدول بيشتغل كيونت، بيشتغل كوحده واحده. اوكي، ات كونفرتس لايت انرجي تو كيميكال انرجي، بيحول اللايت انرجي لكيميكال انرجي، which will ultimately be used for the synthesis of sugar بالخطوه التاليه اللي هي عمليه الكالفن سايكل. بس لساتنا احنا عم نحكي عن اللايت رياكشن هون، خلينا مركزين باللايت رياكشن. طيب هلا اكتشفوا العلماء بدراساتهم انه في تو تايبس للفوتو سيستم، عندي فوتو سيستم 2 وعندي فوتو سيستم 1. يا جماعه الاثنين هدول بيشتغلوا سوا، فوتو سيستم 2 بيشتغل مع فوتو سيستم 1، تمام؟ الفرق بينهم يا جماعه ليش مراقبينهم واحد واثنين، هم بيختلفوا بالويف لينث، اوكي، بالطول الموجي اللي بيمتصه الكلوروفيل A اللي موجود فيهم. فعندي فوتو سيستم 2 فوتو سيستم 1، ليش هيك مراقبينهم؟ لانه هم مراقبينهم حسب الترتيب اللي هم اكتشفوه فيه، اوكي؟ يعني فوتو سيستم 1 اكتشفوه قبل ما يكتشفوا فوتو سيستم 2، ولكن لاحقا لقوا انه فوتو سيستم 2 بيشتغل قبل فوتو سيستم 1 بعمليه التنفس، بعمليه البناء الضوئي عفوا، اوكي؟ فاذا من هاي الفقره شو بستفيد؟ انه انا عندي تو تايبس اوف فوتو سيستمز، عندي فوتو سيستم 1 وعندي فوتو سيستم 2، ليش هيك مراقبينهم؟ هذا ترقيم الاوردر اوف ديسكفري، هذا ترقيم الترتيب اللي اكتشفوه فيه، اكتشفوا فوتو سيستم 1 بعدين اكتشفوا فوتو سيستم 2، اوكي؟ ولكن في الحقيقه فوتو سيستم 2 بيشتغل قبل فوتو سيستم 1. طب ليش هم بيمتصوا ويف لينث مختلفه؟ ليش بيمتصوا اطوال ضوئيه مختلفه؟ او عفوا شو الاطوال الضوئيه اللي بيمتصها كل واحد فيهم؟ بيقول لك خلينا اول شيء نشوف هون، each has a characteristic reaction center complex، اوكي؟ كل واحد من هدول الفوتو سيستم 1 و 2 له characteristic reaction center complex بيختلف عن الثاني. A particular kind of a primary electron acceptor next to a special chlorophyll A molecules associated with a specific protein. هون قاعد بيعرف لي شو يعني reaction center complex، حكينا بيكون عندي pair of chlorophyll A with a specific protein اللي هو اللي بده يمسك الالكترونات بعدين، اوكي؟ The reaction center chlorophyll A of photosystem 2 is known as B680. شو يعني B680؟ لما احكي انه photosystem 2 الكلوروفيل تبعونه بيكون في بيكون اسمهم B680، يعني انه هم بيمتصوا الاطوال الموجيه 680، اوكي؟ بيمتصوا الاضواء على اطوال موجيه 680 نانومتر، معناته انا على الريد بارت اوف ذا سبيكترم، انا قاعده على اللون الاحمر، اوكي؟ بالمقابل ذا كلوروفيل A اللي موجود بالسنتر كومبلكس اوف فوتو سيستم 1 بسميه B700 because it is most effectively absorbs light of wavelength 700 نانومتر. انا على الفار ريد بارت اوف ذا سبيكترم، بعدت اكثر، اوكي؟ على السبيكترم، على طول موجي اعلى يعني انا، اوكي؟ These two pigments B680 and B700 are nearly identical chlorophyll A molecules. بقول لك هم بيشبهوا بعض، اوكي؟ However their association with different proteins in the thylakoid membrane، ارتباطهم ببروتينات مختلفة في الثايلاكويد ممبرين، اوكي؟ في الثايلاكويد ممبرين affects the electron distribution in the two pigments and accounts for the slight differences in their light absorbing properties، اوكي؟ فإذا هون خليني ألخص شو حكيت لكم سريعا، حكينا إنه إحنا عنا two types of photosystem، إذا أنا عندي two types of photosystems، أوكي؟ طبعا أنتم يمكن انجنيتوا من اللون الأصفر. two types of photosystems، شو هم ال types of photosystems؟ عندي واحد photosystem 1، أوكي؟ اثنين عندي photosystem 2، إذا هذول الشحطتين مع بعض 2، هذا العد اللاتيني، أوكي؟ طيب هلا شو فرق فوتو سيستم 1 عن فوتو سيستم 2؟ حكينا إنه الكلوروفيل A بالفوتو سيستم 1 بنطلق عليه اسم بالفوتو سيستم 1 بيكون B700، يعني الفوتو سيستم 1 أقل من 2، فبالتالي B700 الأعلى مع فوتو سيستم 1، أوكي؟ احفظوها هيك، أوكي؟ أما فوتو سيستم 2 بيمتص على أطوال موجية B680 نانومتر، اوكي؟ فالكلوروفيل A اللي موجود بالفوتو سيستم 1 بيمتص الأطوال موجية 700، الكلوروفيل B اللي موجود على الفوتو سيستم 2 بيمتص أطوال موجية 680 اللي هو بسميها الريد بارت اوف ذا سبيكترم، بينما ال 700 بسميها الفار ريد، يعني بعد الأحمر، اوكي؟ تمام.
فبالتالي ارتباطهم ببروتينات مختلفة أوكي هو اللي أدى لاختلاف قدرتهم على امتصاص أطوال موجية مختلفة. فلازم نعرف إنه الفوتو سيستمز عندي فوتو سيستم 1 فوتو سيستم 2 فوتو سيستم 1 بي 700 فوتو سيستم 2 بي 680 أوكي. فهي أهم إشي من هاي الفقرة.